السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدى. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو مثل ما وعدتكم، أول شي شكرا وصلتوا الفيديو تبع أسولت مليودس لفوق ال 26 لايك فشكرا. ومثل ما وعدتكم رح نجرب التيم نفسه بالإليت بي في بي. أعتقد كنت حاطط تشاندلر، بس حنجرب هلا أول جيمين بدون تشاندلر. طبعا ما شاء الله الوين ريت عندي كتير كتير عالي، ما معي إلا 11 دقيقة حبلش دغري. خلونا نبلش. باقي 11 دقيقة للريست تبع البي في بي. أنا هلا حتى انتبهت على الموضوع هذا، فراح أحاول إني ما بعرف. أحاول أسرع ما فيني إني أخلص. طبعا في ناس كتير سألوني ليش عامل له أتاك ديفنس. بصراحة أنا مو جاي على بالي استخدم سجرت على إنه شخصية سابورت، جاي على بالي استخدمه على إنه شخصية دمج، مشان هيك ما عملت له اتش بي ديفنس مثل ما كتير ناس فكروا او قالوا لي اني اعمل. طبعا هلا احنا عليه اللي ضدنا 6 دي بافات، فاحنا اخدين 6 بافات اول ستاتس من زيلدريس، غير الست بافات هدول اخدين هلا بعد ما يجي دورنا. طبعا راح ناخد 3 بافات اتاك ضربني. والله ممتاز، مو كتير ممتاز بصراحة. واو الدمج. انا اكلت قتل بشكل انه ما تعرف شو بدي اعمل. انا لازم اعمل هيك. انا ليش اعمل له كرت الامبليفاير كرت الرابتشر؟ انا السولت لازم تقتل. ويل بليد نحن قتله هلا. ودع هذا. بس انا ما عملت الت كنترول. بلا عملت الت كنترول منيح. هذا كأنه بوت وما في جير عنده على بان، قصدي على اسولت، قصدي على ذا وان. طيب بيرفكت وضربني بما فيه الكفاية. طبعا بما انه نزل درول فلحنا مو محتاجين انه نعمل له الت كنترول، لانه درول بيعمل الت كنترول. هذا 100% معناه جير. تمام يلا مو مشكلة، خلينا نجرب نفوز اول جيم. طبعا لسه في احتمال كبير اني اخسر، يعني انه بان تعرفوا انت كتير ضعيف، بس اعتقد مع الالتي اللي عندي هلا ما راح اخسر. صعب صراحة اني اخسر. هلا بنشوف. لا ايزي وين. اوكي فزنا الجيم الاول. اعتقد ما راح اقدر اكمل 5 جيوم، راح احاول على السريع. هذا كان بوت، راح احاول على السريع العب ممكن 3 جيوم لحق العب 8 دقائق. 3 دقائق اخذ معي الجيم الاول. والله يمكن لحق العب لي 4 جيوم اذا اللي بعده طلع مو من النوع الكريه واللي اخذ معي ساعتين ونص لحتى افوز عليه او يفوز عليه. طبعا مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي، اذا ما شفتوا جربت الشاب الحلو مع ريم وتيم الانون بالاليت بي في بي، وللاسف كان جدا جدا محبط الناتج تبعهم. فعلى امل انه تيم السولت. واو 300 بلشت نوعا ما اني اتحسر اني عملت له ست اتاك ديفنس. المشكله انه معظم الشخصيات اللي عندي صرت عاملهم اتش بي ديفنس، وصار يعني ناقصني جير اتاك ديفنس بشكل عام. فقلت لحالي بما انه هاد عنده امبليفاي ومدري شو، خلينا نعمل له. طبعا كان خيار خاطئ.
اوكي المفروض اخذنا باف. هلا نحن 140,000. اوكي خلينا نعمل هاي لأنه مات خلاص الزقرت مات، فخلينا نبلش نأسس حياتنا بعد موته. يمكن تموت لز، والله ماتت. كارت سيلفر تيرن وان 270,000، نو كومنت. طبعا هلا للاسف رح نخسر الباف تبعه، ممكن هو يتحيون بعد ما شاف الدمج، يعمل ستان للاسولت، وكل شيء وارد، كل شيء وارد. هلا هو اذا بيضل عم يضرب سكرت حيندم من الاخر. خلينا نشوف معدل البوتن اللي هو فيه. هو اللي يمكن مو عارفانه انه بعد ما يموت زقرت حيصير السولت عنده بفات كافية انه ما يحتاج زقرت. اوكي اعتقد اذا بيطلع لي كارت واحد امبليفاي هو ودع. هو ودع. هو يا اما كتير غبي يا اما كتير مستقل بالسولت، بس بالحالتين وين وين فور مي يعني. دروب للخسولد. وهلا اذا بدي اعمل رش التيميت ما تفرق معي لانه عندي درول ما رح يخليه يعمل التيميت. اوه عنده درول كمان. لا وشغال الوصية تبعه. انسحب احسن لك انا برايي. شو فكرة الترول الساب تبعه؟ فهمت. اتوقع هلا يبلش سنات على الفاضي. حلو انك ما حطيت شيلد، يعني فيني اقتلك برياحة. هلا يلا روح اعمل سنات بيتكم. اوكي هلا بنعمل هيك وبنعمل له كارت زلدرس اللي بحبه قلبه. هذا اللي هو اللي قلت لكم عليه انه ما راح يخليني العب جيم كتير، الشاب السولتي هذا بتعرفوه اللي هو مو راضي يعني يتقبل الخسارة تبعه. شكله كان ناوي يطلع تشالنجر وانا خربت له المخطط. قديش اخذ معي؟ 5 دقايق اخذ معي هذا لحاله الكره. على فكرة انا صرت فايز جيمين كأني هلا هو. اذا فزت الثالث خلص تيم زقرت اسولت اقوى تيم باللعبة. على فكرة عسيت اقوى تيم باللعبة، في عن جد انا ببالي اقوى تيم باللعبة، بس مو اليت بي في بي، نورمال بي في بي. اوكي هذا ما بعرف شو وضعه، ممكن يكون بوت ممكن يكون ريل بلاير، كل شيء وارد بصراحة. فمشان هيك احنا نعمل هيك ونعمل هيك. طبعا هاي الحركة بتخلي زقرت يصير تانك اكتر بمنيح. يعني انا هلا اخذ 15% من الديفنس تبع ليز وجوثر وذا وان، فالمفروض انه الديفنس تبعي عالي ما بموت بسهوله. طبعا انا عم اقول المفروض، في واحد حكى لي هذيك اليوم بالتعليقات انه انت بتقول المفروض كتير لانه ما بدي يكون عم بفتي. يعني لا شوف مثلا انا قلت المفروض يكون الديفنس تبعي كتير عالي، ضربني ضربه واحده نزل لي نص اتش بي، فمشان ما احط حالي بمواقف بايخه شوف الديفنس تبعي 19,000 مع هيك ضربة واحدة من دون روح لنص اتش بي، مكرت الضربة شرطك. نعمل نفس استراتيجية قبل شوي، بس هالمرة حنقدر نجيب الت
يمكن كان لازم اعمل كارتس جرت على جوثر. هنشوف ايش هيعمل دمج. واو 150,000 لو عامل على جوثر كان جوثر 100% ميت، لانه عليه تنتين دي باف من سجرت وواحدة دي باف تنتين دي باف من اسولت وواحدة دي باف من سجرت. وهلا حناكل ستان، بس مين اللي رح ياكل الستان؟ اسولت. اوكي جود جود جود. هلا بتوقع هاد فينيش وهاد فينيش. بما انه خلصنا من لزمات عنده كنترول، حتى لو كان بوت بس شوف شوف يا كلب 90,000 بس، وانا عاد عم اقول شوف شوف وعم برفع توقعاتي بس والله الهاندلي معي حلوة. احتمال كتير كبير على فكرة يموت زقرت هاي اللفة، فبتمنى انه اوكي والله منيح منيح انه ما مات من هذيك الضربة، يعني اتأكد انه يموت يعني. بس الزلمة حاول. طيب بما انه هلا هو جاب التي بالشاب الحلو، احنا شو بنقول له؟ بنقول له not today. 140-124,000 not bad not bad. على جوثر وحش. اوكي قدرنا نفوز بهالعشر دقايق. 3 قيوم. والله التيم مو كتير تراش، بس يمكن انا كان خيار خاطئ مني اني حطيت له اتاك ديفنس. بصراحة خليتوني كتير شك بحالي وبالقرار الرائع تبعي. عفوا. فما بعرف انت شو رايكم. يلا بركي بخلونا نلعب كمان جيم هلا بنشوف. شت. ثلاثة قيوم حلوين. طبعا اذا بدكم كمان جرب. ليش ما عم يمشي ريم؟ امشي حبيبتي، ما بدها تمشي. طيب اللعبة كلها علقت. طيب اذا بدكم نصور كمان قيوم بهذا التيم، اذا ما حسيتوا هذا الفيديو كافي. اعتقد هذا الفيديو ما كان كافي، من ثلاثة قيوم ابدا ما بكفوا، بس مشان تكونوا بالصورة مشان اعطيكم رأيي الصادق، ما اعتقد التيم كتير منيح بصراحة. ممكن اذا يعني بغير التيم، او ممكن اذا بغير جير تبع اسجرت لو كان اتش بي ديفنس مثلا ممكن التيم احسن. بس انتو ما تنسوا انه انا لعبت ضد واحد بان وكان بوت، وشفتوا انتو الاي او اي تبع بان شو كانت عم تساوي بالتيم تبعي. التيم فيه اثنين خضر ضد بان عم يختفي. الشيء الحلو هو انه مو كل العالم عم تلعب ببان، يعني وصلنا حاليا لمرحلة باللعبة انه العالم صاروا يلعبوا بذوان اكتر ما عم يلعبوا ببان حرفيا، لانه كله بده كاونتر بان. اعتقد هذا الشيء اللي انا كنت متوقع انه راح يصير، انه من كتر ما حيكون بان مزعج راح يصير كل التيمات اللي بي في بي عم تلعب على فرضية انه اللي ضد بان، لدرجة انك انت ما عاد تلاقي بان حتى. فبس هذا هو الفيديو تبعنا تبع اليوم. اذا بدكم كمان محتوى او اذا بدكم كمان فيديوهات بزقرت، طبعا تيم تات اجباري راح اسويه انا. بس وصلوا الفيديوهات ل 28 لايك، اعتقد الهدف الماضي كان 27 وانتم قدرتوا له باقل من 12 ساعه اعتقد. ووصلوا هذا الفيديو ل 28 لايك مشان ننزل الفيديو اللي بعده بالبي في بي حل بزقرت. طبعا انا بدي عم حاول اني احلبه عن جد للشخصيه، لانه اول شيء عملت له يو ار، ثاني شيء عملت له 90 وعملت له 5 ستار سوبر اويكنج، فبدي احاول اني استفيد منه قد ما فيني مشان ما احس اني انا طورت شخصيه وعملت له يو ار على الفاضي. يعني انا هلا على الاقل عملت فيه ممكن في نقول 6 فيديوهات حسيت انه انا والله لا منيح اني طورت هاي الشخصيه، عملت فيها محتوى، جربت فيها معظم التيمات اللي انا بدي اجربهم. العالم هلا شافوا باكثر من تيم هاي الشخصيه شو ممكن تعمل، شو ممكن القدرات تبعتها، فمشان هيك عمل اللي عليه وزيادة شخصية. وفينا نشوف هلا نستنى الشخصية اللي بعده. وطبعا ان شاء الله في يوم الثلاثة بس رح اعمل، اعتقد التور رح يجي يوم الثلاثة، بس بما انه اللعبة مع الامر رح اورجيكم التور، اعتقد رح يجي يوم الثلاثة.
فبإذن الله راح أعمل بث على التاور. وعلى فكرة في كتير كتير شغلات أنا تاركم للبث، فترقبوا الموضوع. وعلى فكرة نزلت فيديو رائع جدا كمان بالقناة الثانية، فيديو توب 5 أنمي، يا ريت تروحوا تشيكوا على الفيديو هداك وتعطوني رأيكم وتعطوني قائمة توب 5 تبعكم. وبالنهاية إذا عجبكم الفيديو هات لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتضغطوا على زر اللايك، وبس نشوفكم على خير. جاني.